بوليميك على أتلانتيك مع ليلى بالعربي. أنعمتم مساء وأهلا ومرحبا بكل من التحق للاستماع البوليميك على أتلانتيك. مرحبا بكم ومساء الخير عليكم ومرحبا بكل الآراء، مرحبا بكل من يتابعونا. ورقمينا راهن إشارتكم 0522 95 36 70 أو 80. مرحبا بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الإله كديري، رئيس مؤسسة تمكين الباحث والمهتم بالتربية. مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير أستاذ ليلى بالعربي، شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة. مرحبا. طيب، هل انتشار المتحور الجديد أوميكرون سيحتم اعتماد التعليم عن بعد؟ بالمقابل، هل نحن مستعدون لخوض هذه التجربة من جديد؟ فيواجه المغرب موجة انتشار جديدة للمتحور أوميكرون فيروس كورونا. هذا المتحور الجديد أوميكرون اللي ربما غيكون خلف الموجة الجديدة لانتشار الفيروس بالبلاد. والأمس نبهت وزارة الصحة إلى أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى جد وارد بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات، داعية وبإلحاح جميع المواطنين والمواطنات إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحتياطية والوقائية. وزارة الصحة أكدت أيضا تشخيص 28 حالة مؤكدة مصابة بالمتحور الجديد في 3 جهات، وأيضا أعلنت عن تسجيل 46 حالة محتملة قيد التأكيد. فيعني تم تسجيل اليوم 427 إصابة جديدة بالفيروس، الحالات غدا وكترتفع مستمعينا، وللأسف تم تسجيل 3 وفيات رحمهم الله، بينما تلقى أزيد من 1.5 مليون الجرعة الثالثة من اللقاح. وقررت السلطات المحلية بالرباط إغلاق ثانوية بحي يعقوب المنصور لمدة 15 يوم من بعد اكتشاف 8 حالات مصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا في صفوف التلاميذ، مع اعتماد التعليم عن بعد طيلة فترة إغلاق المؤسسة التعليمية. مستمعينا، التعليم عن بعد أثار ويثير مخاوف التلاميذ وأولياء أمورهم وحتى بعض المدرسين والمدرسات، خاصة في صفوف بعض الأسر اللي ما قدرش لا ماديا ولا معنويا تنخرط في هذا الورش. العطلة المدرسية غتنطلق نهاية الأسبوع الجاري لحد الساعة، لكن بالمقابل لحد الساعة لم تصدر أي تدابير جديدة لتدبير هذه الفترة اللي عادة ما كتعرف تنقلات عديدة. وفي ظل عودة ارتفاع حالة الإصابة بالفيروس، عادت احتمالات العودة إلى الدراسة عن بعد، وهو ما تم فعلا في جامعة أيضا الحسن الثاني بالدار البيضاء. فما رأيكم مستمعينا، واش انتشار هذا الفيروس ارتفاع الحالات ينذر بالعودة إلى التعليم عن بعد؟ واش احنا أيضا بالمقابل أصلا مستعدين أننا نخوضوا هذه التجربة من جديد؟ 0522 95 36 70 أو 80. مرحبا بك من جديد ضيفي الكريم، وحتى باش ما نطولوش عليك عندك معنا فقط غير 1.25 ساعة أو 20 دقيقة، لأن عندك اجتماع مشكور. بداية، في نظرك شنو هو التقييم ديالك للتعليم عن بعد بمختلف الأسلاك؟ واش هذه التجربة كانت ناجحة سابقا؟ أنا بالعربي اللي نقول واش كانت تجربة صالحة أو مجدية إلى غير ذلك، كما سبق أن أشرت إلى ذلك في برامج متعددة، يجب أن تتوفر لدينا دراسات ميدانية لتقيم ما تم القيام به وما هي الإيجابيات وما هي السلبيات. على أي فوجئنا جميعا في المغرب في بداية مارس السنة الماضية بجائحة ألمت بالجميع وفاجأت الجميع، وكان علينا اضطراريا أن نتخذ بعض التدابير، واش تعليم عن بعد واش تعليم الافتراضي إلى غير ذلك. اتخذ المسؤولون واتخذت مؤسسات المجتمع المدني تدابير وحاولت أن تتعامل مع الوضعية كما فرضت علينا في المغرب وفرضت على دول أخرى. خرجنا من الوضعية الماضية، ونعتقد ونحن في مؤسسة التمكين نقوم الآن بتحريات لنقف على الإيجابيات والسلبيات حتى نخرج باستنتاجات يمكن أن تساعدنا على تطوير آليات ومقاربات جديدة. نحن الآن في المغرب كباقي الدول، كمجموعة من الدول أوروبا إلى غير ذلك، أمام متحور جديد يمكن أن يفرض على بلادنا اتخاذ تدابير جديدة. هل نحن مستعدون؟ أعتقد أن الوزارة المشرفة على قطاع الصحة والضمان الاجتماعي
عندها تجربة الآن؟ أعتقد كذلك ونحن نؤمن بذلك أن الوزارة الوصية على التعليم والرياضة والتعليم الأولي لها من البعد ولها كذلك من تجربة ما يمكنها من وضع استراتيجية للمواجهة. سبق أن قلت في لقاءات متعددة بما في ذلك على الأتلانتيك راديو أن الكوفيد معنا يستمر. من كان يظن أن كوفيد ستنتهي بعد 9 شهور ولا 10 شهور أعتقد أنه كان الحساب خاطئ. لذلك علينا أن نعد، علينا أن تكون لنا استراتيجية في المواجهة، ولكن ماشي استراتيجية تعدها وزارة التربية الوطنية وحدها أو وزارة التعليم العالي وحدها، لكن يجب أن تكون هناك لجنة مكونة متعددة المكونات لتدلي بدلوها ولتتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة طيب. ما يمكن أن يقع في الشهور في السنوات المقبلة. دكتور عبد الإله كديلي رئيس مؤسسة التمكين والباحث والمهتم بالتربية، خليك معنا. نذكر برقمينا 0522-95-36-70 أو 0522-95-36-80. مستمعينا، حالات الإصابة بالفيروس فيروس كوفيد-19 غدو كتزاد، متحور دلتا، غلق مؤسسة تعليمية بحي يعقوب المنصور، أيضا حتى جامعات تشتغل عبر بتقنية التعليم عن بعد. واش كتشوفوا أنه هذا الارتفاع يلوح بالعودة إلى التعليم عن بعد؟ ثم بالمقابل هل نحن مستعدون لخوض تجربة ديال التعليم عن بعد؟ واش كانت ناجعة ولا لا، رغم أنها كانت واحد الحل نوعا ما، يعني نقدروا نقولوا حل ترقيعي؟ ما رأيكم؟ 0522-95-36-70-80. أستاذ ودكتور عبد الإله كديري، هل يمكن اعتبار يعني فردا غادي نرجع للتربية تجربة التعليم عن بعد؟ واش ممكن استدراك النواقص والاختلالات اللي عرفتها التجربة السابقة؟ واش اليوم عندنا كل الآليات التقنية والرقمية والبشرية لإنجاح عملية التعلم عن بعد؟ أولا فيما يخص كلمة تعلم عن بعد، ما أطلق سمية بالديستانسيال ودخلت فيه الإذاعة واحد المجموعة ديال التجهيزات والآليات، هو مغاير للتعليم في مجال افتراضي. تعليم يتطلب ابتدائيا وثانويا وعاليا يتطلب الأخذ والرد بين المتعلم والمعلم، يتطلب تفاعل المتعلم والأستاذ، لذلك تفاعل، يتطلب تفاعل. لذلك احنا في مؤسسة التمكين نعتقد ان المفردة اللي هي تعتمد هي التعليم في فضاء افتراضي، وهو تعليم تفاعلي آني. ملي ألمت بنا الجائحة واضطر المغرب ان يتخذ تدبير الكونفينمان، وضعت مؤسسة التمكين 722 قاعة افتراضية آنية، رهن إشارة أساتذة مدرسين، لأننا شركاء مع كل أكاديميات الجهوية، للتفاعل داخلها مع التلاميذ ديالهم طيلة الأسبوع، طيلة الشهر، طيلة الشهور. وكانت نتيجة في رأينا نتيجة مرضية، يجب أن تتم تقييم ديالها، تقييم ديالنا هو تقييم إيجابي، يجب أن يتم تقييم ديالها وتفعيلها وتوسيعها على مختلف الأكاديميات الجهوية. ولكن كما يجب، اللي أعتقد أنها هي من جملة الأولويات التي اعتمدها تقرير الذي رفعه السيد شكي بن موسى إلى صاحب الجلالة في إطار اللجنة الخاصة للنبط التنموي الجديد، اللي كيقول بتأطير المدرس، تغيير المقاربة البيداغوجية، تكوين المدرس، إدخال الأسرة أو إدماج الأسرة أو إعادة الأسرة للاهتمام بالتعليم إلى غير ذلك. لا يمكن أن نتكلم على تفاعل افتراضي إذا لم يكن المدرس متمكن من الآليات، من المنصات، من الطريقة البيداغوجية الجديدة في إطار تفاعل افتراضي. ما يمكنش بالعمل داخل القسم او المقاربه البيداغوجيه داخل القسم
نقولوا له غادي يستعملها في التفاعل الافتراضي لان الطريقه مغايره. طيب من خلال الكلام ديالك الدكتور عبد الاله كديلي رئيس مؤسسه تمكين الباحث والمهتم بالتربيه، وهل من خلال الكلام كان ممكن اعتبار سنتين دراسيتين يعني ديال العام اللي فات والعام اللي قبل هذا العام يعني فاشلتين سيدي؟ أنا لن أقول فاشلتين، الفشل لن مؤسسة التمكين لا تؤمن بالفشل. المؤسسة التمكين تقول بأنه كانت هناك تجربة لها ما وعليها، نأخذ ما لها ونحاول أن نتفادى وأن نواجه ما عليها. شنو هي المواقع في السنوات الماضيتين؟ وكما سبق أن قلت فوجئنا، وكان بالتالي من الضروري أن نواجه وضعية لم يكن أحد ينتظرها لا في المغرب ولا في أي دولة من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والدول المتقدمة في مجال التربية والتكوين. كان علينا أن نواجه الوضعية. هل السؤال اللي كان نظن أننا رأسنا نوضع على أنفسنا، هل واجهنا الوضعية بالإمكانات وكل ما نتوفر عليه داخل بلادنا من طاقات من خبرات إلى غير ذلك؟ لا أعتقد ذلك. الآن ونحن مقبلون على مواجهة وضعية جديدة محتملة كما يقول الخبراء في اللجنة الوطنية لمتابعة الجائعة، نحن مقبلون، يجب أن نسخر كل الطاقات وتكون هذه الطاقات في إطار بطبيعة في إطار منهجي في إطار منظم في الكل يدلو بما له من إمكانات. احنا قلنا في خلال الجائحة خلال الحجر الصحي، والآن نقوم بعدة أشياء. قمنا بما نسميه بكارافان فيرتوال، زرنا مناطق من المغرب بطريقة افتراضية، وضعنا قاعات افتراضية رهن المديرية الإقليمية وتنقلنا افتراضيا داخل هذه القاعات والتقينا بالمسؤولين من المديرية الإقليمية، ضمن تدريب خلال ذلك، أعطينا شواهد إلى غير ذلك. هل نحن باستطاعتنا أن نقوم بذلك كمواطنين كمؤسسات المجتمع المدني كمسؤولين في الوزارة؟ أعتقد أن الجواب نعم. لنا ما يكفي من الخبرات، لنا ما يكفي من الطاقات. شنو هي الاختلالات والنواقص اللي خصنا نتفادوها حتى ننجح عملية التعلم عن بعد؟ أنا أعتقد مرة أخرى أنا لا أؤمن بالتعلم عن التعليم عن بعد، أنا أؤمن بالتعليم داخل فضاء افتراضي وهو المستقبل. إحنا غاديين الآن العالم يمشي بخطى حديثة نحو التعامل داخل فضاءات افتراضية، لذلك طورنا داخل مؤسسة التمكين منصات متعددة، منصات للمنح. تلاميذ ما كيتنقلوش من المكان ديال الاقامه ديالهم يمشي للمؤسسه الجامعيه باش يوضع الملف ديالو الى غير ذلك، لا كيدخل للمنصه ديال تمكين ديال المنح bourse.tmkin.org كيدير كيعطي المعطيات وكيبقى في دارو. وصلنا الان الى اليوم 800 منحه ديال الاكسلانس اي دو ميريت ديال الاستحقاق ديال التفوق وديال الاستحقاق. لنا ما يجب ان نتفاداه أن نعتقد أن الحل بيد شخص واحد، الحل بيد خبراء يتم تأطيرهم وتوجيههم من طرف من له سلطة التوجيه والتأطير، لأن المجتمع المدني المؤسسات المسؤولة إلى غير ذلك كلها مسؤولة على قطاع التعليم. ولا سمعتني لما أعلن صاحب الجلالة نصر الله أن التعليم هو ثاني الأولويات الوطنية بعد الوحدة الترابية، كان ذلك الإعلان إشارة إلى كافة المواطنين لينغمسوا في عملية تجديد، في عملية تغيير، في عملية تطوير التعليم الذي هو الأساس. وأتى التقرير الذي رفع من طرف السيد شكيب بن موسى سيد وزير التربية الوطنية إلى صاحب الجلالة لما كان رئيس اللجنة الخاصة، أتى بالتعليم كمحور استراتيجي أول، يقول فيه أن المكون الأساسي هو المدرس، ويجب أن نقوم بالمدرس، أن نؤثر المدرس، أن نغير تكوين المدرس. وهناك عدة تدابير في ثلاث صفحات جاءت في التقرير الذي رفع إلى صاحب الجلالة. أعتقد أن المكونات ديال التقرير هي من شأنها ما فيها أن تكون كذلك
من المكونات التي ستسمح لنا أن نواجه كل المصاعب وخاصة التي تفرض على بلادنا جراء الجائحة والمتحورات ديالها. دكتور عبد الإله كديلين رئيس مؤسسة التمكين، خليك معنا نذكر برقمينا، سأطرح عليك آخر سؤال من بعد باش ما نتقلوش عليك. ما رأيكم مستمعينا، هل انتشار المتحور الجديد أوميكرون سيحتم اعتماد التعليم عن بعد؟ بالمقابل هل نحن مستعدون لخوض هذه التجربة؟ 0522 95 36 70 أو 80. آخر سؤال تقريبا أستاذ كديلي، شنو هي معيقات التعليم بفضاء يعني افتراضي أو رقمي كما أسميته؟ واش ضعف الثقافة الرقمية ولا قلة الأدوات التقنية ولا كاين مشكل كما قلتي في التكوين ديال العنصر البشري اللي غيسير الأطر التربوية إلى غير ذلك، وحتى الوالدين تهما لأنهم خصهم يتبعوا مع وليداتهم، ولا الأمر عنده بعد سوسيولوجي؟ شوف، لا أعتقد لما اتخذ ما يسمى بالتعليم عن بعد، مرة أخرى أنا لا أعتقد أن هذه التسمية صحيحة لمواجهة الوضعية التي فرضت على بلادنا. هب الجميع تلاميذ وآباء ومسؤولين ومدرسين باش يستعملوا ليوجد لعدة شي حاجة استعملها. أنا أعتقد أننا الآن لنا من تجربة ما يسمح أننا نواجه الصعاب الآتية. أولا لكونيكسيون، يجب أن تكون هناك الربط بالإنترنت متوفر، ماشي غير في المدن، في البادية. احنا مشينا مثلا في قافلة بيرغندوز اللي هي على 70 كيلومتر من القرقارات، مشينا في قافلة وجدنا ثلاثة الأطفال سن 9 سنين 10 سنين 11 عام جالسين في واحد القهوة في العشرة الليل. أنا كنت أعتقد أنهم يلعبون، والحالة هذه أنهم كانوا كيوجدوا التمارين ديالهم. فلو عطينا أولا، لو وفرنا لا كونيكسيون أي الربط بالإنترنت أولا، ولنا شركات، ثلاث شركات بما في وراء الرابعة هي بالربط عبر الساتليت. عندنا شركة بالربط بالساتليت، إلا ما يمكن، إلا ما عندناش الربط بالكابل عندنا الربط بالساتليت. أولا التكوين لاستعمال التواصل الافتراضي لا يتطلب شيء كثير، يتطلب بعض الساعات، ونحن كوننا ونزابو سيرتيفي مجموعة ما يناهي 15,000 ديال الأساتذة عبر التراب الوطني على استعمال منصة التمكين، استعمال متمكن وخبير. ثالثا يجب مقاربة بيداغوجية جديدة، التعليم داخل القسم ماشي هو التعليم داخل فضاء افتراضي، إذن مقاربة بيداغوجية جديدة. رابعا يجب أن تقتنع الأسرة في ضرورة مساهمتها في النهوض بالتعليم في بلادنا كرافعة للنمو الاقتصادي في بلادنا. وأعتقد أن النموذج التنموي الجديد جاء بذلك في المحور الأول. خامسا يجب أن يكون المدرس متمكن وله من الآليات الكافية ليقوم بذلك. وأعتقد أن عندنا تجارب عبر العالم، تركيا، فنلندا، رواندا، باش ناخذوا واحد الدولة إفريقية اللي بين في يعني مدة قصيرة غيرت مسارها التعليمي بصفة جذرية وأصبحت تضاهي الدول. شرطت أن يتوفر سيدي، شرطت أن توفر الأرضية الرقمية بطبيعة الحال. ولا بعض المرات ما كتوفرش في العالم القروي، ما كتوفرش دكتور. كيفاش؟ في العالم القروي ما كتوفرش. أنتم تقومون بمجهود جبار وجميل، لكن يعني راه الأمر يتعلق بملايين التلاميذ والتلميذات والطلبة. شوف، إذا كانت مؤسسة تمكين، مؤسسة ديال المجتمع المدني، اسمح لي نعطي التجربة ديالنا، لأن كنتكلم كمسؤول على مؤسسة اللي عندها خمس سنوات. في ظرف 5 سنوات استطاعت أن تعطي دروس، يعني دي سيشن دو تكوينية، ديال التقوية لمليون ومئتين ألف تلميذ مجانا، وتكون 15,000 مدرس مجانا كذلك على استعمال تقنيات وخاصة منصة التمكين اللي هي ديال التقوية إلى غير، والمناح والأبواب الافتراضية مفتوحة إلى غير ذلك. إذا كانت مؤسسة
اللي عندها 50 قدر ديرها فما بالك مؤسسات أخرى. لنتضامن، لنتعامل، لنجتمع، لنقوم بعمل مواطن، يعني كيفاش كنقولوا سيتويان، عمل مواطن، مواطن للنهوض بمجال أعلنه ملك البلاد نصره الله ثاني الأولويات. شكرا لك. أعتقد أن هناك قناعة ونقتناع لدى مسؤولي وزارة التربية الوطنية والسيد شكيب بن موسى، أعتقد إلى 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 ما قديناش نديروها معه، هو الذي له من الهنكة من التجربة من في قطاعات متعددة، وخاصة ما توفر له من إمكانات ومن معلومات، وهو رئيس اللجنة الخاصة، ما يقومش بهذا الشيء. فأعتقد غتكون عندنا صعوبة أن نديروا مع شيء. أنا لي اليقين أن بالدينامية الحالية التي انطلقت منذ شهرين أو ثلاث أشهر مضت، بإمكان بلادنا أن تمر من الصعوبات التي واجهها القطاع في السنوات الماضية إلى تعليم ذو جودة. بطبيعة الحال سيتطلب ذلك بعد التضحيات من العائلات من الجميع، لنمر إلى تعليم من ذو مستوى، بحال اللي كنقول في في المذكرة، تعليم ذو جودة للجميع. شكرا لك دكتور عبد الإله كاديلي، رئيس مؤسسة تمكين البحث والمهتم بشؤون التربية، مشكور، وإلى فرصة أخرى، وتنحييكم على المجهودات اللي كديرون. نتمنوا أن هاد المجهودات ولا هاد النتائج اللي لمسوها في كافة يعني المؤسسات والتعليم عن بعد، هل انتشار المتحور الجديد أوميكرون سيحتم اعتماد التعليم عن بعد، واش حنا مستعدين أصلا باش نخوضوا التجربة من جديد؟ 0522 95 36 70 أو 80. وإسماعيل من الرباط، مساء الخير. مساء الخير لله. مساء النور. تحية ليك، تحية للضيف الكريم دكتور عبد الإله كاديلي، لرئيس مؤسسة التمكين اللي كان لنا الشرف أن نشتغل معاه في برنامج ديال الدعم عن بعد. غير للإشارة، مؤسسة التمكين كانت بدأت يعني هذه المسألة ديال إيمانها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل الجائحة بثلاث سنوات. يعني اشتغلت ودخلت هذا يعني التقنية كحل من الحلول اللي ممكن أنها تدعم التعليم قبل الجائحة. بوليميك على أتلانتيك مع ليلى بالعربي. هل انتشار المتحور الجديد أوميكرون سيحتم اعتماد التعليم عن بعد من جديد؟ بالمقابل، هل نحن مستعدون لخوض هذه التجربة؟ هل كانت تجربة ناجحة؟ هل لدينا أو سنتفادى كل الاختلالات والنواقص التي ارتكبت في السابق؟ 05 22 95 36 70 أو 80. إسماعيل من الرباط، مساء الخير من جديد. مساء الخير لله من جديد. نعم تفضل أسيد. ألوغ كما قلت قبيلة، أنا كنحيي المبادرة بحال المبادرة ديال مؤسسة التمكين اللي كانت آمنت ديجا باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحل بحال هذا المشكل اللي ممكن يتطرح بسبب أوميكرون. أو لا، اللي بغيت نشير ليه أنه ماشي غير أوميكرون، راه كاينين حالات اللي هما معزولين بدون سبب، يعني بدون الفيروس. ربما أن الفيروس دار واحد اليقظة لأنه هاد الشيء حيت عم ديال مجموعة ديال الناس، يعني عم شمل واحد المجموعة ديال التلاميذ ولات حالة اللي هي تقريبا عامة، ألو حسينا بالأمر. ولكن راه كاينين الناس اللي مرض ديجا واللي محتاجين أنهم يوصلوا لهم، كاينين الناس اللي معزولين ربما بسبب ظروف ديال يا إما ديال الطقس أو الظروف أصلا ديال المعيشة ديالهم، أنهم في واحد المناطق اللي هي معزولة. والشيء اللي كانت أصلا وعدت به مؤسسة التمكين، وكان لنا شرف أنني سيرت معها برنامج ديال دعم عن بعد، وفي إطار أنها كانت تتعمل على أنه يكون واحد المساواة وأن كل شيء يستفد من الدعم، وما يكونش أصل بسبب يعني العوز المادي ديال شي وحدين أنهم ما يوصلهمش تعليم ذو جودة كما كيوصل. ورغم ذلك كاين عدم تكافؤ الفرص، ومع ذلك كاين عدم تكافؤ الفرص، وهذه فرصة أن يعني دعوة أنه الانخراط ديال جميع الفعاليات بحال مؤسسة التمكين. لأن لو أن كما أشار لها الدكتور كاديلي، الوزارة بوحدها ما يمكن لهاش تحل هذه الإشكالية، لأنها كدير مجهودات، وربما أنا لي الحظ أنني كنشتغل في الوزارة كذلك واشتغلت مع مؤسسة التمكين، ولكن كنعرف بأن
الوزارة دايرة مجهودات والناس ما عارفينش الكواليس اشنو وقع في ايام ديال يعني الحجر الصحي والتجنيد اللي كان في داخل الوزارة باش يتحل المشكل. وانا تنعتبر بان حققنا واحد النجاح لان اصلا تم واحد الوعي ودابا حاليا مبادرات كبيرة ومجهودات كبيرة تم الانجاز ديالها. نعم. ولكن يجب الانفتاح على المجتمع المدني ويجب الانفتاح على جميع الفعاليات اللي كتشتغل في هاد الاتجاه. شكرا لك. هل من إضافة؟ بغيت غير نضيف لان بغيت نتمم يعني العمل ديال المؤسسة التمكين وسؤالنا اليوم العالية. عمل هما مشكورين على العمل ديالهم سي اسماعيل، لكن نقاشنا اليوم واش حنا مستعدين كنهضروا على الملايين ديال التلاميذ والطلبه. ديال اللي فكرتيني بهذا الفكره لان ما خصناش نعاودوا نهضروا دابا على واش الاستعداد، لان خاص يجب الاستمرار في العمل سواء كان الفيروس او لا ما كاينش الفيروس. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها واحد القوه واحد القدره على انها تساعد إن توفرت. ماشي هي الحل، ماشي هي الحل. وراه دابا ممكن إلى درنا الإرادة راه عادي توفر. راه شار الدكتور كديلي على أساس أن مثلا إلى كان المعيق هو الأنترنت، الأنترنت ممكن نلقاو الحل إلى كانت الإرادة بأننا عرفنا بأن لا زعما ما كاينش المجال باش ما كاينش عندنا يعني لا بديل. لا بديل لنا إلا أننا نفكروا بأن هذاك راه حتى هو مكمل. نعم أستاذ إسماعيل. شكرا لك. يعني إضافية. شكرا لك على تدخلك، وفعلا نقاط مهمة من كلامك التقطناها ومشكور عليها. إسماعيل من مدينة الرباط وإطار وزارة التربية يقول، وهو تو أيضا كان من الناس اللي اشتغلوا مع مؤسسة تمكين لتكوين وللدعم ديال التلاميذ وديال يعني في مجال التعليم الافتراضي أو التعليم عن بعد.